حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة السيد أحمد أبو زهري. سيد أحمد، بداية أهلا وسهلا بك. وبعد اقتحام مئات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى لثلاث مرات في أيام عيد الأضحى المبارك، كيف هو الوضع الآن في المسجد الأقصى؟ أهلا وسهلا بكم. الأوضاع في المسجد الأقصى بدأت تتصاعد بداية من تحريض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتحريض وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، والذي كان يسعى بشكل كبير لدفع مئات المستوطنين للدخول إلى رحات المسجد الأقصى، وفي محاولة إلى تخريب موسم العيد و هذه الشعيرة الدينية، وفي محاولة إلى تقسيم أو فرض واقع جديد، واقع صهيوني جديد، من خلال فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى. المئات التي حاولت الدخول إلى بحات الأقصى فشلت أمام حشود المرابطين الفلسطينيين المقدسين، الذين أخروا الصلاة لساعة واحدة وأخروا الأضحية لساعة واحدة وأغلقوا مساجد القدس وتوجهوا بشكل مركزي إلى المسجد الأقصى لمواجهة الإجرام والتطرف والعنجهية الصهيونية. بحمد الله استطاعوا مواجهة هذه الهجمة، وحالة التحريض لم تفيد العدو الصهيوني. المقدسيين صحيح تعرضوا للعديد من الإصابات ومن الكسور والجروح، وتعرض جزء كبير منهم إلى الاعتقال، إلى أنهم صمدوا في مواجهة حالة الاعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى قدسية هذا اليوم. لم يستطع العدو الإسرائيلي فرض واقع جديد، رغم المباهاة الكبيرة التي قدمها أنه أن هذه الخطوة كخطوة نوعية، ولأول مرة يتم اقتحام مسجد الأقصى بهذا العدد وفي يوم عيد الأضحى المبارك، إلا أنه لم يستطع تغيير الواقع الموجود في المسجد الأقصى، رغم أن الفلسطينيين كانوا عزل، إلى أن معركة الوعي ومعركة الوجود ومعركة الانتماء إلى القدس دفعت العنجهية الإسرائيلية إلى التراجع. القوات الإسرائيلية خفضت من قواتها ومن تعزيزاتها في المكان بعد فشل هذه الاقتحامات المتكررة، وبعد ساعات انفض المستوطنين من المكان ولم يستطيعوا فرض واقع جديد يدعو له الوزير المتطرف وزير الأمن الداخلي، ومن خلفه الحاخامات الصهيونية المتطرفة. نعم، الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة سيد أحمد أبو زهري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.